علشان انا هحتاج ان انا اصمم على حاجه اسمها ديزاين بيريود. يعني انت لما بتيجي تتكلم في مشروع هيقعد له 60 سنه، فانت اكيد عارف ان عدد السكان بيتغير، عدد السكان بيتغير من الوقت الحالي لبعد 60 سنه، فلازم تبقى مدخل في اعتبارك التنبؤ بعدد السكان عشان تبقى حاسب على المستقبل. يبقى الشيت الاولاني، الشيت الاولاني احنا اتفقنا خلاص ان احنا هنعمل حاجه معلش يا اسمها باشمهندس، ممكن بس كومبيوليشن. تخلي نعم ممكن تخلي حضرتك شاشة الموبايل بالعرض؟ حاضر، انا شايف ان انا بتوقع بالطول احسن، بس ماشي يعني. حاضر. طيب افتح واحده جديده. طب الناس شايفه اللي انا بشرحه كده؟ اه تمام كده، اه زي تمام الفل. كده يا باشمهندس، كده مظبوط عندي. يبقى خلاص الشيت الاول اتكلمنا فيه في البوبوليشن بريدكشن. الشيت الثاني اتكلمنا عن حاجه اسمها الانتيك، باشمهندس ممكن الانتيك ستراكشر. 5 عشان في ناس راح يتصل العصر، وانت عشان اتأخرت حضرتك اتأخرت. حاضر. طب انا هدردش، انا قاصد ان انا بعمل كده عشان الناس بتصلي العصر، والله هدردش قبل ما اخش في الشيت الثالث اصلا. تمام. ماشي. الانتيك ستراكشر اتفقنا ان منه نوعين، صح كده يا شباب؟ حاجه اسمها الشور انتيك، وحاجه اسمها الايه؟ البايب انتيك. قلنا ان الشور انتيك دول بيجي مع الترعه الضحله اللي هو بيجي يقول لك اسمها شالو او نارو كانال او نافيجيبل. انما البايب انتيك ده بيجي مع مين؟ مع حاجتين اتنين بس، الوايد كانال اللي هي الترعه العريضه او الريفر نايل، صح كده؟ الفرق ان هنا هصمم مين؟ الناس اللي معايا بقى يا شباب، هنا هصمم مين يا شباب؟ البياره البياع صم صم او الصمب. الله يفتح عليك. يعني ايه اصمم بياره؟ يعني اجيب مين؟ ابعاد. بالظبط. طيب كان حد سالني سؤال، ثانيه واحده كده يا شباب. تسلم. ماشي تسلم يا استاذ محمد. جنب هنا وخلاص، جنب هنا وخلاص. تسلم. انا هاخد منك، اخد منك صينيه ولا انت هتاخد صينيه؟ طيب على بالك. معلش بقى ان انا قاعد هنا بس عشان محتاج اشحن الموبايل. عنك وانا هاخد. تسلم لي. نعم. اه هطول الشباك احطه او على السور، او على السور. صح على بالك. شكرا يا استاذ محمد، الله يبارك لك. انا هاجي لحضرتك. الله يخليك. لموزه شباب معايا؟ معايا شباب؟ مع حضرتك يا باشمهندس. تمام. هو حد كان بيسالني بقى المره اللي فاتت، قال لي طب هو يا باشمهندس افرض ما حددلناش نوع الترعه، لا قال لي ان هي وايت كانال، ولا قال لي ان هي ريفر نايل، ولا قال لي شالو ونار ونافيجيبل، هعمل ايه؟ انا ساعتها انا بسال نفس السؤال، ها لو انت جدع يعني هعمل ايه؟ وهو ما حددلكش. اللي ينفع للاثنين اللي هو الشو. ثواني كده يا باشمهندس، ثواني يا باشمهندس. معايا يا باشمهندس؟ لو ما حددلكش تصمم ايه؟ شالو. لو ما حددلكش تصمم ايه؟ اللي هو ينفع للاثنين. يعني انا عايز اجابه محدده، لو ما حددلكش تصمم شور ولا بايب انتيك؟ شور. اشوف انا انت غلطان على حسب مسافه. لا لا بص 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 سيبك، بص هندسه، سيبك من عرض الترعه اللي بيديها لك او اي حاجه. انا لو مكانك وما حددليش، خليك ذكي واسهل لك صمم بايب انتيك. ليه؟ لان الباب انتيك مش هصمم فيه صمب. خليك يعني انت فاهم قصدي، يعني شغل دماغك. انا مش محتاج ان انا اقول له بايب انتيك شور انتيك قصدي، واجري له في الخطوات كلها. ده انا هصمم له بايب انتيك، وكل اللي انا هصممه له هصمم له الماسوره الكوندويت، مواسير الكوندويت او السكشن، تمام، وبتشيكاتها. هصمم له الماسوره الدليفري، وهي ماسوره واحده وما فيهاش تشيكات الا ان انا بس قيمه الفي اكشوال. وهصمم له في النهايه قيمه مين، وهصمم له وهحسب له مين قصدي الترمبات. يبقى انا لو مكانك اخليني جدع، انت فاهم قصدي، ان انا اصمم البايب انتيك لو ما حددليش. طب يا باشمهندس اتكلمنا في الشيت الثاني وعرفنا نبقى البمبات بتتصمم ازاي، انا بفكرك عشان الناس اللي معايا مش معانا بتصلي، او عشان انت حتى تفتكر. وعرفنا ان احنا في الترمبات عندنا اساسي واحتياطي، وبحدد مين اللي شغال في حاله الكيو ديزاين طبعا كل الترمبات، وقلنا ان التصرفات يا ريت تبقى متساويه
عشان ما يبقاش في فروق كبيره ما بينها، وبحدد له مين اللي بيشتغل في حاله المينيمم، وبحدد له مين اللي هيبقى او كم ترومبه هتبقى ستاند باي، والقصص اللي احنا عرفناها دي كلها. مفهوم كده شباب؟ طيب دلوقتي بقى في حاله ان يعني احنا خلاص الانتاج خلاص، دلوقتي بقى في حته ال انا اسف الشيت الثالث خلاص الميه بقت بقى عندي ووتر تريتمنت بلانت، بقيت في محطه المعالجه، محطه تنقيه ميه الشرب. يعني معنى كده يا باشمهندس ان انا ما بعتبرش او ان انت ما بتعتبرش يعني الانتاج هو عنصر من عناصر المحطه. اه بالظبط، هو كل وظيفته مطور او ترومبه تنقل الميه من الترعه لحد المحطه، انما المحطه نفسها حاجه تانية. بدايه الشيت الثالث بقى انا هبدا اتكلم عن مين، عن الووتر تريتمنت بلانت. اظن الشاشه قدامكم باينه صح ولا في مشكله؟ لا تمام اهو كده. طب يا شباب لو تفتكر، لو احنا مثلا رسمنا ادي كده ارض المحطه ماشي، قلنا ايه؟ قلنا ان اول حاجه هعمل خزان، سميت الخزان ده ايه؟ ريسيرفوار او رابيد ميكسينج تانك، اللي كان بيديك المنسوب بتاعه لو تفتكر فين؟ ها في الدرس بتاع الانتاج. وبعد كده هبدا اعمل شويه خزانات معايا كده، وهعمل الفلتر، وبعد كده هبدا اودي الميه. يعني شويه محطات ايه، شويه عناصر متتاليه يعني. طب يا شباب انا هنا في الرابيد ميكسينج تانك الشيت الثالث، هو انا عايز اعمل ايه؟ الفكره ببساطه شباب ان الناس شافت ان لو انا جبت الميه من المصدر هيبقى الميه دي فيها بعض المواد العالقه، صح كده؟ المواد العالقه دي زي زي الطين والطمي. تمام يا شباب، الناس شافت ان هي لو هتعمل حاجه اسمها ترصيب طبيعي اللي هو بيسميه بلين سيديمنتيشن، يعني في هعتمد على قوه الجاذبيه الارضيه او هعتمد على وزن الحبيبات نفسها ان تهبط او ان تترسب، وترقد هنا كده في القاع وابدا اشيلها من الميه. الناس شافت ان انا ممكن اقعد فتره زمنيه كبيره جدا، يعني هنا هقعد فترات زمنيه طويله، وتيجي تبص تلاقي ان المياه وهي في قلب الخزان عشان ترسب المواد اللي فيها وتبقى مياه كويسه اقدر ان انا اشربها او اقدر ان انا اكمل عليها مراحل المعالجه عشان اشربها، الناس شافت ان انا ممكن اقعد 12 ساعه و18 ساعه وممكن توصل في بعض الاحيان ليوم بالكامل حاطط المياه في خزان عشان ترسب المواد اللي فيها، وبرده المياه ما رسبتش المواد اللي فيها، وكمان نتيجه ان انا سبت المياه في خزان لمده يوم المياه اتكون عليها طحالب وحصل عليها على السطح ريم وانا ضريت المياه بدل ما انا اعالجها. فهنا الترصيب الطبيعي الناس شافت ان هو غير فعال او غير مؤثر، فالناس بدات تتجه لحاجه اسمها الترصيب مين؟ الكيميائي. او الكيميكال سيديمنتيشن. معايا كده يا شباب؟ فلازم في الترصيب الطبيعي في الملف اللي نزل لك او اللي معاك دلوقتي انت طبعه اكيد وبتذاكر منه، اكيد هتبقى بقى قاري الكلام ان الترصيب الطبيعي بيعتمد على قوه الجاذبيه، بيبقى غير فعال غير مؤثر، بيحتاج على فترات زمنيه ممتده، يعني الكلام ده كله اللي انا بقوله انت عندك في الورق. يعني الناس بعد كده راحت لحاجه اسمها الترصيب الكيميائي، وهو ايه فكرته؟ فكرته ببساطه ادي اناء الميه يا باشمهندس اللي انت حاطه هنا، ادي كده اناء الميه تمام، وادي المواد العالقه. لقيت ان المواد العالقه دي ليها شحنه سالبه، الناس شافت لو انا هبدا اضيف مواد ثانيه شحنتها موجبه سموها مواد مروبه زي الشابه، الناس شافت ان هيحصل حاجه اسمها ايه؟ تجاذب كهربي. يبقى خد بالك هنا المؤثر معايا او القوه الفعاله هنا معايا قوه التجاذب الكهربي اللي هي ما بين ايونات الماده اللي انا ضفتها اللي هي الماده المروبه اللي هي الايونات موجبه، صح كده، وما بين الماده اللي موجوده اصلا في الميه هي اللي هي مواد عالقه شحنتها سالبه. هنا لحد هنا في حد عنده مشكله او حد عنده سؤال؟ تمام يا هندسه. طيب الشابه اسمها ايه بالانجليزي؟ ألم.
شحنتها موجبة هيحصل تجاذب كهربي بينها وبين المواد ها اللي احنا قلنا اسمها ايه المواد العالقة. في النهاية هيتكون ايه بقى اما يبقى عندي شحنة سالبة تنجذب وتتحد مع ايون موجب. ايون الموجب ده اللي هو مين الشابة ودي اللي هي مين الطين او الطمي. هيتكون ايه بقى هنا عندي هيكون جزء كبير اسمه فلوكس او ندف. تمام يا شباب هيبقى اسمه ندف او فلوكس. بيجي ساعات في الامتحان يجي يقول لك عرف ايه الندف او ايه الفلوكس من الشكل اللي قدامنا ده حد يقدر يعرفه؟ ندف يا باشمهندس ولا اسمها ايه ندف فلوكس. بيجي يقولك define الفلوكس عرف الفلوكس. حد يقدر من اللي انا قلته ده كله يعرف يقول تعرف لي ان هي بتتكون نتيجة اضافة المادة المروبة على المياه العكرة. هي اجابة حلوة بس نقص نقص كبيرة نتيجة تكونت نتيجة تجاذب المادة العالقة بالظبط. ايوه من عايز اقوله في التعريف شويه نطول لا يعني لا مش ان انت تطول. انا خد بالك التطويل هنا مش ان انا بقول كلامه خلاص ده انا بعرفه بالسبب. يبقى هي جزء كبير متعادل نتج عن ايه انا بفهم الراجل نتج عن اتحاد الماده اللي ايوناتها سالبه اللي هي زي الطين والطمي اللي موجوده في قلب المايه مع ايه الماده اللي ايوناتها موجبه اللي انا ضفتها اللي هي ما بين قوسين زي الشابه ماده مروبه يعني تمام كده. وبالتالي الكون عندي جزء كبير متعادل اسمه الندف يسهل ترصيبه. انا عارف ان كان ممكن حد يسالني يقول لي يا باشمهندس انا ايه اللي استفدته يعني الماء جايه لي اصلا متطينه بطين ومتروبه وفيها طين وروبه وقرف هاجي اكب فيها شبه. لا ما هو انت بتكب فيها شبه ليه عشان بدل ما الميه تبقى فيها مواد دايبه زي الطين اللي دايب في قلب الميه لا تبدا تلاقي الميه اتكون فيها يعني ايه كتل اللي هي الندف دي الكتل دي بقى يبقى الله يفتح عليك ليها وزن تقدر تترصف في ازمنه قليل. فاجي ابص الاقي ان انا لو حطيت الكلام ده في خزان الكلام ده استهلك له 3 ساعات. الله ده انا استفدت جدا بعد ما قعدت 15 ساعه او 18 ساعه كنت عشان اعمل بلين سيدمنتيشن ومش بنفس الكفاءه. لا انا رحت لحاجه اسمها كيميكال سيدمنتيشن وهقعد فيها حوالي 3 ساعات بس. يبقى دي الفكره بتاعته. مفهوم يا شباب؟ تمام. تعال نقرا الكلام تعال نقرا الكلام النظري بقى هنا اهو في الاول خالص بيجي يقول لي اتكلم وقول الفرق ما بين البلين سيدمنتيشن والكيميكال سيدمنتيشن. انا مش هعيد نفس الكلام تاني نفس الكلام عندك. هي كل الفكره بس ان اللي انا ما قلتهاش ان في البلين سيدمنتيشن بيطبق حاجه اسمها قانون ستوك ده عشان يحسب سرعه الترصيب. ايه قانون ستوك ده يا هندسه؟ قانون ستوك ده قانون يعني بسيط وعبيط جدا انت بتستخدمه عشان تحسب سرعه الترصيب. يعني معنى كده ان هيجي لي كل اللي في القانون وانا هقعد احسب سرعه الترصيب بس طب انا هعمل فيه تحويلات؟ لا انت متخيل الخيابه؟ يعني انت لا هتعمل تحويلات ولا هيجي لك مجاهيل تانية انت تفرضها. هيجي يديك كثافه الماده اللي هي عايزه تترصب، هيجي يديك قطر الحبيبات اللي عايزه تترصب، هيجي يديك اللزوجه. طبعا انت مش هيديك قيمه الجي جي عجله الجاذبيه بكام 981. الروتر برضو مش هيديها لك، هتبقى بواحد. الفكره بس خد بالك من حاجه ان القانون ده لو خدت بالك انا بقول لك الجي بكام 981 ليه؟ لان القانون ده شغال بالجرام والثانيه والسنتي. ها لحد هنا في مشكله؟ تمام يا باشا تمام. زي ما انت شايف انا كاتب لك ان هو محدود الاستخدام لان بيحتاج وقت كبير. دخلنا على الكيميكال سيدمنتيشن. كنت مستني حد يسالني انت عمال بتقول الشابه هو ما فيش غير الشابه بس يا باشمهندس؟ لا في غيرها كبتات الحديدوز والحديديك وحاجات ايوه الله يفتح عليك كده انت مركز ورا الدكتور. الله يفتح عليك هندسه. أنا بس هجري هي أشهر المروبات اللي بتستخدم الشابة كبريتات حديدوز كلوريد حديد بس يمكن أشهرهم كبريتات الألمونيوم المائية أو الشابة هي دي اللي بتستخدم تمام كده. طب جه سأله في الامتحان برضو في امتحان من الامتحانات قال له اتكلم عن أهمية الامبورتنس بتاعت مين الكواجوليشن من غير ما حد يقرأ الكلام. أنا عايز حد يقول لي إيه أهمية عملية الكواجوليشن بتعمل على اللي هي تعمل على
تجمع المواد العكرة. لا تاني تاني انا الصوت كان بيقطع عندي تاني كان ده. المادة المراوبة اللي انا بضيفها ديت بتعمل على تجميع المواد العكرة اللي موجودة في المية لسهولة ترسيخها. طب ليه بتعمل على تجميعها ليه؟ يعني نتيجة ولا السبب؟ نتيجة قوة كهربية. لازم تقول بقى ايوه صح لازم تقول نتيجة ان هي ذات شحنة. ها شحنة سالبة العقارة وانا بضيف شحنة موجبة. شحنة موجبة ونتيجة ان المواد العقارة اصلا شحنة العقارة شحنة سالبة المادة المراوبة شحنة موجبة فبيحصل انجذاب فالكتله بتتكون وزن فبيحصل ترسيخ. الله يفتح عليك صح تمام. طيب بيجي يسالني برضو ايه هي مراحل الكيميكال سيديمنتيشن زي السؤال اللي قدامنا ده. بصوا يا شباب عشان اعمل كيميكال سيديمنتيشن الكلام ده بيحصل في ثلاث مراحل. حاجه اسمها الترويب اللي انا هضيف فيه الماده المروبه اللي احنا خلاص اخترناها تبقى الشاب واعمل لها تقليب سريع اللي هو عنوان السكشن النهارده تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها فلاكيوليشن او تكوين الندف. يعني ايه؟ يعني يا باشمهندس هو انا سؤال اما يبقى عندي كوبايه شاي عايز اعملها بجيب كوبايه ميه سخنه صح كده وبحط فيها معلقه شاي هل بسيب الشاي يعني يتقلب لوحده ولا انا بعد ما بضيف معلقه الشاي في الميه بقعد اقلب؟ بقعد اقلب. يبقى انا هنا بعد ما هكب الشابه في قلب الميه هحتاج ان انا اقلب في الميه عشان اعمل انتشار للماده اللي انا ضفتها في قلب الميه. مظبوط. دي مرحله الكواجوليشن. طب يا باشمهندس المرحله الثانيه انت خلاص حطيت الشابه وقلبت المرحله اللي بتيجي بعدها بقى اللي هي التجاذب ان انا هبدا اقلب بس الفرق بقى المره دي ان التقليب هيبقى تقليب بطيء. الفرق المره دي ان التقليب هيبقى تقليب بطيء ليه؟ لان انا عايز الحبيبات السالبه تنجذب مع الحبيبات الموجبه ولما تتكون الفلكس اللي عندي او الندف عايز التقليب يبقى بطيء. ببطيء ليه؟ عشان لو التقليب سريع ممكن الفلكس اللي بتتكون اللي عماله بتتكون دي تخبط في بعضها فتتكسر صح ولا لا؟ يعني فوق في الكوجوليشن ديت التقليب سريع بالظبط. سامعني؟ تمام هندسه. زي ما الباشمهندس بيقول فوق في الكواجوليشن تقليب سريع وبيبقى مده حوالي دقيقه. طب تحت في تكوين الندف او الفلاكيوليشن بيبقى تقليب بطيء وبيبقى مدته حوالي نص ساعه. طبعا الكلام ده بيبقى مجذب ليك في المساله او في الشيت او كده. طب الترسيب بقى ما هيبقى طبعا يا باشمهندس بديهي ان بعد ما انا عملت مرحله الفلاكيوليشن عملت تقليب بطيء عايز اخد المايه بقى الحلوه دي اللي بقى فيها فلوكس احطها في خزان كده مع نفسها 3 ساعات ترسب كل الليله اللي فيها صح ولا لا؟ منطقه هاديه بقى. ايوه بالظبط اللي هي المرحله الثالثه. طيب يا شباب لازم نسيبه 3 ساعات زي كده يا باشمهندس ولا إيه؟ ده إيه؟ وقت إيه؟ مثلا إيه؟ حضرتك 3 ساعات ولا ده وقت فعلا؟ لا لا ده هو ده الوقت فعلا بيبقى من ساعتين لاربع ساعات. بيبقى على حسب تصميم الحوض ولا بالظبط بالظبط على حسب الحوض وشكل الحوض. ايوه تمام. ومده التقليب السريع والبطيء برضه يا باشمهندس على حسب الحوض ولا ليها وقت ثابت؟ لا المده بقى انا اللي بتحكم فيها. مده يعني ايه سرعه التقليب البطيء يعني والسريع؟ التقليب البطيء التقليب السريع انا اسف زي ما انا قلت لك مدته دقيقه. يعني لو انت الكلام ده عندك اطبع الورقه يا باشمهندس اكتب بايدك. تمام التقليب البطيء الفلاكوليشن مدته كام؟ مما في حدود نص ساعه. بعد كده مرحله الترسيب بتبقى في حدود من ساعتين لاربع ساعات تمام كده. طب ايه اللي انا هصممه هنا؟ لا سمحت يا باشمهندس اول حاجه يا شباب هحتاج ان انا اصمم الشابه. بس سيبك بقى من الكلام اللي انا كاتبه ده بص معايا كده. لازم تبقى فاهم حاجه الشابه لما بتيجي المحطه بتيجي في صوره شكاير جواها ماده زي الملح. انت عارف ان صوره الماده يا صلبه يا سائله يا غازيه. الشابه لما بتيجي للموقع او للمحطه بتيجي في صوره ايه؟ زي الملح. مفهوم يا شباب؟ فانا ما ينفعش ان انا اعمل لها معالجه كده. ما ينفعش نعمل عمليه معالجه بالشكل ده.
فبحتاج ان انا اجيب الشابة اللي عندي دي واحطها جوه محلول، يعني احطها اخففها بمية وابدأ ان انا يا شباب اعمل ايه، ابدأ ان انا اضيف الكلام ده للمية، يعني ما اجيبش الشكارة كده ام فتحها ومفضيها في قلب خزان المية عشان تعمل عملية كواجوليشن، لا مش هيحصل كواجوليشن كده، عمر ما هيحصل كواجوليشن، انما عشان اعمل الكلام ده اجيب الشابة واحطها في قلب مية واعمل محلول، اكني بعمل محلول، والمحلول ده نفسه هو اللي هكبه على المية اللي عايز اعالجها معايا. فالفكرة كالآتي، ان انا عندي خزان بالشكل قريب من اللي انا برسمه لك ده، الخزان ده شباب متصل بخزان تاني، الخزان التاني متصل بالخزان الاولاني وعن طريق محبس، ده بيعمل التحكم بقى. الكيو اللي داخل الخزان الاولاني دي اسمها كيو انلت، ده هنا متصل بموتور عشان يعمل عملية الايه؟ التقليب. اللي انا رسمه لك على الشمال ده اسمه الرابيد ميكسينج تانك او خزان التقليب السريع، اللي انا هصممه بس مش دلوقتي. اللي على اليمين ده اسمه القلم اهو، سوليوشن تانك او خزان ها محلول الشابة. معايا كده يا شباب؟ افتح المحبس اللي في النص ده كده اللي انا عمال بتقله لك هنا كده، ده هو بفتحه يبدا يوصل الشابه او محلول الشابه من الخزان الاولاني اللي هو موجود على اليمين اللي هو خزان محلول الشابه، يوديها للخزان اللي على الشمال اللي هو الرابيد ميكسينج تانك. مفهوم يا شباب؟ طيب يا باشمهندس، يبقى انا هنا مطالب ان انا اصمم خزان وخزان، اه ده اللي انا هعمله معاك، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايز اسال هنا السؤال، اوعى تربط ان ما بين الخزانين دول ان عددهم لازم يبقى قد بعض. ازاي يا باشمهندس؟ ما هو انت اللي رسم اهو ان كل خزان هيبقى متصل بخزان تاني. لا يا باشمهندس، الوصله اللي انا عاملها هنا دي ممكن يبقى فيه خزان تاني شبه، انت فاهمني؟ يعني ممكن يبقى فيه خزان تاني فوق كده شبه ومتصل بماسوره وعامل الكلام ده بتوصيلات في المواسير عادي، ممكن يبقى فيه خزان تالت، انت فاهم قصدي؟ يعني ممكن يبقى ثلاث خزانات شابة متصلين بخزان واحد ايه؟ رابيد ميكسينج تانك، او العكس ممكن يبقى خزان واحد شابة طلع منه وصلتين على خزانين، انت فاهمني؟ فالعدد ملوش علاقة، ده رقم واحد. رقم اتنين، اتعود كده ان في المحطة ان الخزانات دايما عددها ما يقلش عن اتنين، عشان حضرتك لما يحصل اي مشكلة عندك في اي خزان ما يعطلكش المحطة كلها، لان احنا اتفقنا مع عملية المعالجة عملية متتالية يعني ورا بعضها، صح ولا انا غلطان؟ عملية الشبه هي عملية المعالجة هنا للمية عملية متتالية، يعني مرحلة بتخلص مرحلة بتبتدي، بعد ما تخلص أعمل مرحلة جديدة وهكذا، تمام؟ فأنا ما ينفعش أعتمد في أي مرحلة على خزان واحد، عشان لو حصلت فيه مشكلة هبص ألاقي إن الدنيا عطلت بعد كده. معلش يا شباب ثواني بس هعمل حاجة، ثانية واحدة بعد إذنكم. مندوب ما بعتش حاجه. تايه تايه ايه في يا ابني؟ بقول لكم يا رجاله، هو التقليب السريع اللي باشمهندس قال بيقعد قد ايه؟ دقايق؟ دقيقه. دقيقه واحده بس. دقيقه بالكتير يا سيسي. والبطيء نص ساعه؟ اه نص ساعه. يوصل لنص ساعه. الترسيب والترسيب من من ساعتين لاربع ساعات. ساعتين لاربع ساعات. ماشى نجم المية. ماشى قلب النجم. سجب لنا شوية سمك من عندك. ايه؟ شوية سمك من عندك. يا باشا انت تؤمر. اغبط لنا بالشبكة بتاعتك كده في اي حاجة بترسب ولا اي حاجة، تنزل لنا شوية حاجات كده.
بتاع متسجل، وكنت كان نفسي ارد والله. معلش يا شعبان السيسي بقى، يعني اعمل ايه؟ لا ده يا عم ماله يا عم، ما نقدرش نتكلم يعني يا سيسي. سنجفتك انت. لا مؤاخذة يا شباب، أنا معاكم، لا مؤاخذة أنا معاكم. طيب نكمل الكلام، نكمل الكلام. دلوقتي أنا سامع الناس بتتكلم وبتقول المدة، تاني هندسة تاني، مدة الكواجوليشن، قلت لك مدة الكواجوليشن المادة، يعني بص الناس كأن أنا بطلب منك تعمل كوباية عصير وبديك عصير بودرة بودر وبقول لك اعمل لي كوباية عصير، أنت بمجرد ما هتفضي هتعمل تقليب سريع، هل هتقعد تقلب ساعة؟ افتكرها بكده، رد معايا هندسة اللي كنت بتسأل. ايوه معاك اهو بالظبط. هل تمام، هل لما اديك العصير البودره وانت حطيت المعلقه في قلب الميه هل هتقعد تقلب ساعه؟ لا، هي يا دوبك كام على طول يا باشمهندس، اقلب تقلبتين وخلاص العصير خلاص انتشر في وسط الميه في وسط السائل. هي نفس الفكره، بمجرد ما احط واعمل تقليب سريع بتبقى المده مثلا في حدود الدقيقه مش اكتر من كده. ها. تمام مفهوم. طيب تمام. بعد كده هبدا اروح لمرحله الفلاكيوليشن اللي بتقعد نص ساعه، خلاص خليها في وقتها وهعيد الكلام ده تاني. انا هنا بس عشان ايه اقول لك ايه اللي بيحصل في الخزانين دول. هو الفكره ببساطه ان انا عندي خزانين متصلين ببعض عن طريق ماسوره، بس مش العدد هنا مش زي هنا، يعني مش معنى ان انا مستخدم خزانين الم سوليوشن يبقى انا عندي خزانين رابيد ميكس، لا، ممكن ابقى مستخدم اتنين الم سوليوشن مع ثلاثه رابيد ميكس او مع اربعه رابيد ميكس والعكس، العدد ملوش علاقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما ينفعش تشتغل في المحطة في أي مرحلة إن عندك حاجة واحدة، لازم يكون أكبر من أو يساوي اتنين. معايا كده؟ طيب يا باشمهندس، هاجي هنا بقى على التصميم. التصميم يا شباب، تصميم الألم سوليوشن، تصميم الألم سوليوشن لازم تسأل في أي مرحلة هديها لك أو في أي درس هديهولك إيه اللي أنت هتديهوني يا باشمهندس جيفن ليا في المسألة، اسألني تعود تسألني السؤال ده على طول، وإيه اللي أنا هجيبه؟ فانا هنا دايما هبقى مديك الكيو ديزاين وهديك القلم دوز الجرعه، وهنا بنبهك وهتفتكر ان جرعه الشابه دي رقم ثابت او حاجه ثابته. لا يا باشمهندس، مين اللي قال؟ الجرعه متغيره من حاجه للتانيه او من محطه للتانيه. ايه السبب في ده بقى؟ لو حد جدع يرد عليا. ان كميه المايه مختلفه والعطاء مختلف على حسب التصرف بتاع كل مكان. مع احترامي يا شباب ليكم، مع احترامي، مع احترامي ملهاش علاقه بالكميه ولا ليها علاقه بالتصرف. العقار، لو انت جدع قول لي حسب العقار او الملابس بالظبط. وانت الدكتور، ثواني، ومش هو الدكتور اداكوا حاجه اسمها جار تيست وجهاز الجار تيست؟ وبيعمل ايه جهاز الجار تيست في المعمل؟ ايوه صح ولا لا؟ ايوه المعمل هو اللي بيحدد لي ده عن طريق الجار تيست، صح ولا لا؟ طيب انا بقول لك اهو، الدكتور اداكوا حاجه اسمها جار تيست، جهاز اسمه أيوة. الجار تيست. ايوه الدكتور قال. وعندك هنا في الورقه على فكره، انا كاتبه لك في الورقه عشان لو جالك حتى في الامتحان. يعني ايه؟ يعني انا هنا عندي على حسب العقاره زي ما انت قلت وعلى حسب الملوثات، ممكن يا باشمهندس تبقى محطه شغاله بتصرف ومحطه ثانيه شغاله بنفس التصرف، بس دي بتحط جرعه شابه غير دي، لان عند العقاره هنا غير هنا، فمالهاش علاقه. يبقى انا لازم اديك في المساله كيو ديزاين واديك القلم دوز. طيب بعد كده انت هتعمل ايه؟
بعد كده حضرتك هتجيب اربع حاجات، اربع قوانين هتستخدمهم وباستخدامك ليهم يبقى انت كده صممت القلم سوليوشن تانك. اول حاجه محتاج تحدد لي ايه وزن الشابه اللي هيجي او اللي انت محتاجه يوميا في المحطه، ده هيجي عن طريق ايه اللي هو اول قانون اللي هو الاماونت او الكوانتيتي اوف قلم، هيجي عن طريق كيو ديزاين في القلم دوز، الاثنين ينضربهم في بعض هيطلع لي رقم بالملي جرام على اللتر على الدي، انا اسف لان انت عندك القلم دوز دايما انا هديها لك في السؤال دايما انا هديها لك بالملي جرام على اللتر، تمام كده؟ فانا الملي جرام على الدي اللي طلعت الناتج ده لو قسمته على 1000 هيتحول ها لكيلو جرام على الدي. ازاي يا باشمهندس؟ ازاي من ملي جرام تقسمه على 1000 يتحول لكيلو جرام على طول؟ انا فاهم ان الملي جرام يتقسم على 1000 في 1000 عشان يبقى كيلو جرام، اصل خد بالك من حاجه هندسه انا كاتبها لك فوق، ان الملي جرام على اللتر هي جرام على المتر مكعب، هي بالظبط. يعني لما اجي اقول لك ان القلم دوز 30 مللي جرام على اللتر كان في سؤال تاني جيت قلت لك القلم دوز هي 30 جرام على المتر المكعب، دي هي دي. مفهوم ولا حد عنده مشكله؟ يا جزء في المليون يعني. الله يفتح عليك. اللي هي بارتكل بير مليون او الجزء في المليون البي بي ام. مفهوم؟ طيب دي اول حاجه. تاني حاجه هجيب الفوليوم اوف سوليوشن ازاي؟ الاماونت اللي حضرتك جبته يا باشمهندس في الاول هتقوم قسمه على الجاما ووتر في التركيز اللي هو دايما بيبقى 1 من 10. طب الجاما ووتر ب 1000، طب ما انا اثبت بقى كده القانون عندي يا باشمهندس اقول ان الاماونت اوف قلم اللي انا جايبه فوق اقسمه على 1000 في 1 من 10 على طول. لا مش دايما، لان الاماونت اوف قلم لو هتحطها بالكيلو جرام على الدي البسط يعني هيبقى بالكيلو جرام على الدي يبقى الجاما ووتر ب 1000، انما لو الاماونت اوف قلم بالطن على الدي هيبقى المقام عندك الجاما ووتر ب1. خد بالك يا هندسه المساله هنا تافهه بس غلطتك بتبقى غلطه تحويل. طيب بعد كده هجيب الريت اوف دوزنج. الريت اوف دوزنج ده عباره عن ايه؟ الفوليوم اللي حضرتك جبته تقسمه على 24 ساعه اللي هو زمن التفرير، لان شغلنا كله في الصحيه بيبقى خلال الدي خلال ال 24 ساعه. الواحد من 10 ده بشكل ثابت، تركيز ثابت. الواحد من 10 ده ثابت. تمام. تاني الالف من ملي الكيلو دي ايه يا هندسه؟ طب ما اقول لك سيبها سيب التحويله في مساله معلش. طب ايه الواحد من 10 ها ايه تاني؟ ايه الواحد من 10 ده يا هندسه؟ تركيز. انا كاتب لك انت تحت التركيز يا هندسه، مش انت بتعمل محلول يا باشمهندس؟ هو التركيز ده غير التركيز اللي هو مدوني في المساله؟ ما بيدكش تركيز في المساله. لا لا يا هندسه لا، اللي بيدولك في المساله دي جرعه. يعني ايه جرعه؟ يعني بص يا هندسه، هي من الوحده بتاعه الجرعه اهو انا طلعت لك فوق، من الوحده بتاعه القلم دوز ان هي ملي جرام على اللتر. يعني ايه؟ يعني كل لتر ميه محتاج 30 ملي جرام مثلا. تمام. فده مش تركيز، ده جرعه الشابه جوه الميه. انما المحلول نفسه بقى، المحلول يعني المحلول بقى نفسه اللي انا هعمله، المحلول نفسه اللي انا هشتغل يعني بيه. الالومنيوم دوز دي الجرعه اللي انا محتاجها عشان انقي بيها الميه. الواحد من 10 دي جرعه التانك نفسه بتاع الالومنيوم. بالظبط. تمام ماشي. تمام رجاله. طب اخر حاجه، حد كان بيسال سؤال؟ يعني باختصار خالص انا ببقى معايا الجرعه ده معطه هضربه في الكيو علشان اجيب وزن ال الله يفتح عليك. بعد كده عايز اجيب بقى وزن القلم ده اخليه حجم، فاقوم اقسمه على جاما ووتر واقسمه على 1 من 10 عشان التركيز، يبقى انا كده جبت حجم عشان التركيز. حجم المحلول، حجم المحلول اللي انا محتاجه طول اليوم. طب حجم، الله يفتح عليك، شفت الجمله دي خطيره جدا، الله ينور عليك هندسه، اللي انت هتحتاجه طول اليوم. يعني معنى كده ان انا لو قسمته على 24 ساعه يديني معدل الجرعه او ريت اوف دوزنج. ما انت قلت انا محتاجه طول اليوم فعلا. يبقى انا لو قسمته معنى كده كمان ان الحجم اللي انا جبته ده هو سؤال. هو والدتنا لما بتيجي يعني مام حد مثلا فينا جت عملت عصير في الشفشق بتاع الخلاط، فهل مطالبه ان هي تحط شفشق الخلاط بحاله في قلب الثلاجه، ولا ممكن تقوم موزع الكلام ده على كوبايات ومدخلك كوبايات في قلب الثلاجه؟ هي نفس الفكر. انا جبت الفوليوم التوتال، الفوليوم اوف قلم سوليوشن تانك توتال طلع لي مثلا 20 متر مكعب. هل انا ينفع احط ال 20 متر مكعب دول كلهم جوه خزان واحد، ولا ممكن اقسمهم على خزانين ثلاثه؟ انا لازم اقسمهم عشان الاعطار. لازم اقسم. يبقى انا عشان اجيب حجم الخزان الواحد اقسم الحجم ده على النمبر اوف تانك. النمبر اوف تانك ده هيدولك في المساله ولا هتفرضه؟ ثواني كده يا شباب معلش، ثواني كده خليكم معايا. الله يخليك، تسلم. الله يخليك والله. حسبنا كام كده؟ الله يخليك والله، تسلم. اتنين بانيه واتنين رومي وواحد نسكافيه وواحد 15 15 30 رومي 16 12
30 يبقى بكام؟ 46. و 4 و 6 56 صح كده؟ شكرا شكرا حبيبي، الله يبارك لك، الله يبارك. معلش يا شباب معايا؟ معاك يا مهندسين. معلش يا هندسه. طيب ما حدش يضحك، معلش انا اسف. المهم فايه؟ احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول حجم الخزان، تمام. الحجم بتاع الخزان الواحد بقى كده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الحجم الكلي نقسمه على عدد الخزانات اللي انت، انا كنت بسالك سؤال، هل هتفرضه حضرتك ولا هل هيدولك في السؤال؟ والله يا باشمهندس غالبا بنسبه 99% مش هيدوني في السؤال. وانا لو هحتاج ان انا افرضه، انت قلت لنا ان اي حاجه في الخزانات او اي عدد بيتفرض من كام لكام؟ جاوبوني، افتح المايك وجاوبني. ها؟ هيتفرض من كام لكام؟ من 2 ل 4. مش من 2 ل 4، انا قلت اكبر من او يساوي 2، يعني لا يقول 2 صح، لا يقول 3 صح، لا يقول صح كده؟ بس هو الفكره زي ما بيقول الباشمهندس ما بيزيدش دايما الحكايه عن 4 عشان المساحه بتاعه بتبقى معايا مساحه محدوده طبعا، وعشان التكلفه وكده. طب يا باشمهندس بعد ما صممت الكلام ده محتاج ان انا اروح اصمم حاجه اسمها الرابيد ميكسنج تانك، صح؟ طيب قبل ما اصمم الرابيد ميكسنج تانك تعالى بس نخش في المساله عشان اللي كان بيسالني في حته التحويلات. عندك سؤال هنا عن الجار تيست اهو زي ما الدكتور شرحه، سؤال بالكامل بالرسم بكل حاجه. ساعات الدكتور بيجي يقول لك اكسبلين يوزج، يعني فايده الجار تيست في ايه؟ بجيب 6 عينات، كل عينه بيبقى فيها جرعه مختلفه او تركيز مختلف من الشابه يعني، وبعدين ببدا اقلبهم بسرعات مختلفه او بسرعات ثابته، وبعدين ببدا اغير في يعني قصه كده لحد ما بوصل لمين؟ للاوبتيموم، الجرعه المثاليه. سؤال ارسم المرحله ما بين الكفاءه. سؤال في الجار، انا مش سامع هندسه. باشمهندس كان عندي سؤال بس فوق في قبل الخطوه الجار تيست. تمام هنا لما حضرتك قسمت الفوليوم بتاع الشبكه، بس اللي عنده اي سؤال، بص هريحك، اللي عنده اي سؤال في القلم سوليوشن سيبها بالمساله بالارقام هتوضح شويه. ده حاجه عشان بس نبقى متفقين. الجار تيست، ها حد عنده سؤال فيه؟ ايوه سؤال. طب دلوقتي لما بعمل جار تيست انا عندي المحطه اصلا مصمم القلبات بتاعتي على سرعات ثابته او على سرعات معينه، سريعه وبطيئه، تمام؟ جميل. بالنسبه بقى للعينات، يعني هو دور الجار تيست بس ان هو بيحدد لي جرعات، ما بيحددليش سرعه قلبات؟ ما بيحددلكش طبعا سرعه قلبات طبعا. كل اللي انا محتاجه ان الجار تيست يحدد لي الاوبتيمم دوز، الجرعه المثاليه. الجرعه المثاليه، الاوبتيمم دوز بس. الجرعه المثاليه يعني دي ما بيغيرش سرعات القلبات بتاعته؟ لا ما بيغيرش. لا استنى، هو استنى هندسه، هو بيغير، بص هندسه، الجار تيست بيغير سرعه التقليب، بيغير زمن التقليب، بعمل فيه حاجات مختلفه، بس انا عندي فاريبل التقليب اتغيرت، انا مش هعرف اغيرها في المحطه. هكمل لك مش احنا خدنا في الفيزياء لما يبقى عندي اكتر من متغير وعايز ادرس تاثير حاجه معينه، ثبت المتغيرات صح، وخليك بتلعب في التغير ده، بيلعب في ايه؟ في بارامتر واحد عشان تدرسه. فانا في مره هغير الجرعات، بدل ما انا حطيت 10 15 20 25 30 35، لا في مره هخليهم جرعات مختلفه وغير سرعه واثبت سرعه التقليب. المره الثانيه هعمل العكس، هقوم مثبت الجرعات ومغير سرعه التقليب عشان دي تديني الاوبتيمم دوز ودي تديني الاوبتيمم دوز، وابدا اقرر مين الاوبتيمم دوز او الجرعه المثاليه اللي انا هاخدها اللي كانت فعاله ان تشيل لي او تتخلص لي من معظم المواد العالقه في المايه. جميل. يعني انا عندي امكانيه ان انا اغير في سرعه التقليب في المحطه. بس اللي انت يا باشا، انت عندك امكانيات الجهاز اصلا اللي انت ما تعرفش، الجهاز بينور. تمام. يعني انت الجهاز فعلا بينور، الجهاز بيعمل حاجه بره حته لا في فعلا لمبه، يعني قصدي لو عايزه بيمشي هيمشي، لو عايز الجهاز ده يطير هيطير، بس ايه اللي انا محتاجه من جهاز الجار تيست؟ ايه اللي انا الحته اللي انا محتاجها؟ الجرعه، الاوبتيمم دوز، الجرعه عشان خد بالك اصلها حاجه مهمه جدا، لان الكلام ده لما هتيجي كمان شويه نحل مساله بالارقام هتفرق معايا في الفلوس وفي التصميم. تمام. هنشوف ازاي. طيب تعالى نحل هنا في مثال بسيط على قانون ستوك. اتفق معايا كده ان قانون ستوك ده بيعمل ايه او بطبقه فين؟ وقت الترصيب، يحسب سرعه الترصيب واستخدمته فقط في حاله الترصيب الطبيعي او البلين سيديمنتيشن اللي انا اصلا ما بستخدموش في المحطات، بس انا معلش مجبر ان احل بيه مساله. هو هنا بيقول لي ديترماين سيتلينج فيلوسيتي، حدد سرعه الترصيب لبارتكلز لو ليها دايمتر 3 من 10 والسبيسفيك جرافيتي بتاعتها 3.5 او 2.5 ودرجه الحراره قد كده والميو قد كده. بص يا هندسه، اتعود ان اي درجه حراره ملهاش اي لازمه في السؤال،
طول المنهج يا باشمهندس، طول المنهج يا باشمهندس. درجة الحرارة في المسألة ملهاش أي قيمة، ده رقم واحد. رقم اتنين، القانون عندي عبارة عن تعويض مباشر، الـ VS هتساوي 2.5 ناقص 1 مضروبة في 3/10 ملي. دي أنا قلت لك هناك، افتكر إن القانون ده بيشتغل بالإيه؟ ها؟ بالجرام والثانية والسنتي. يبقى الـ 3/10 ملي دي محتاج إن أنا أقسمها على كام؟ 10 بالظبط. يبقى 3/10 دي هقسمها على 10 تربيع، هضربها في 981 هقسمها على 18 النيو. النيو هنا رقم دايما هيدوني في المساله. طلعت لي ان سرعه الترسيب 7.3 سنتيمتر على الثانيه. تعود مباشر يا باشمهندس، ايه ده؟ ده مساله هبله. هي دي بتيجي في الامتحانات؟ اه بتيجي في الامتحانات. طيب يا باشمهندس تعالى هنا في السؤال الثاني، بيقول لي ووتر تريتمنت بلانت محطه الديزاين ديستشارج ليها كان 100,000 متر مكعب على اليوم، والقلم دوز كانت اتحددت بالجار تيست وكانت 20 ملي جرام على اللتر. مطلوب تحسب الاماونت اوف قلم بالكيلو جرام على الدي، مطلوب تحسب الكاباسيتي اوف كونسنتريتد قلم معايا، مطلوب تحسب الريت اوف دوزنج باللتر على المينت، مطلوب تحسب الريكوايرد كاباسيتي للقلم سوليوشن تانك لو كان عندي 3 خزانات. يعني بالبلدي كده يا باشمهندس عمال بيجي يقول لك مطلوب 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 مطلوب، كانه بيجي يقول لك سمع ايه؟ سمع مساله مين؟ القلم سوليوشن. وهم 4 قوانين هندسه، كانه بيجي يقول لك سمعها معايا. بس لو في مساله تانية جالك هات حاجه معينه تجيب على قد الحاجه دي وتمشي، ما تقعدش تجيب حاجات هي مش محددها لك ومفكر كان الدكتور هيديك درجه زياده. بالعكس، الدكتور عمره ما هيديك درجه على حاجه هو ما طلبهاش منك. حل على قد المطلوب. الناس فاهماني؟ معايا يا باشمهندسين؟ تمام يا هندسه. تمام يا هندسه. معاك يا باشمهندس. طيب اول حاجه متعودين نجيبها الاماونت اوف قلم. يا ريت الناس اللي كان الباشمهندس اللي انا قطعت سؤاله او وقفت سؤاله في التحويلات وفي الارقام، الناس تركز معايا هنا يا رجاله. الاماونت اوف قلم عباره اللي هي وزن الشابه، يعني اللي انا يعني هنا الوزن اللي انا محتاج بالتليفون يوميا اطلبه تيجي يجيني المحطه. كانه بيقول لك كده الشكاير قد ايه او الوزن بتاعها قد ايه، هيبقى عباره عن القلم دوز في كيو. القلم دوز ب 20 مللي جرام على اللتر، مفهوم؟ والكيوب كام يا شباب؟ ها ركز معايا قوي بقى، والكيوب كام؟ 100,000 100,000 متر مكعب على اليوم. طيب ال 20 مللي جرام على اللتر دي يا باشمهندس، مللي جرام على اللتر، مللي جرام لو انا قسمتها على 1000 في 1000، المللي جرام ده اصبح بقى ايه؟ جرام على المتر المكعب. يا راجل يا راجل حرام عليك. لا بقول لك لو قسمت ال 20 مللي جرام قسمتها على 1000 في 1000، وارجع اضرب في 1000 عشان احولها من لتر كيلو جرام كيلو جرام. يا باشا انا ماليش دعوه استنى يا شباب استنى استنى عشان احنا كده هنطول من بعض، فعايزين بص يا شباب انا عندي الدوز اهي بالملي جرام على اللتر، تمام كده؟ انا عارف ان هي هي بتساوي ايه. جرام تظهر الشاشه تظهر بس لحظه. ايوه كده ظهر. طيب الدوز بالملي جرام على اللتر، او هي يا جرام على المتر المكعب، او هي يا البارتيكل بير ايه مليون. دي صح ودي صح ودي صح. طيب يا باشمهندس خليني انا شغال مع دي عشان ما توهش نفسي. جميل، هو بيقول لي 20 ملي جرام على اللتر، لو انا قسمتها على 1000 كده الملي جرام ده بقى ايه؟ ها ما تجاوبوني يا رجال. جرام. لو قسمت تاني على 1000 كمان كيلو جرام. ده كيلو جرام. حلو، يعني انت شغال بالايه؟ بالكيلو جرام. بس معاك مين؟ متر. حلو، المفروض ان الكلام ده ينضرب في كام عشان يبقى متر مكعب؟ 100,000 ايه بقى متر مكعب على اليوم؟ سيبك من اليوم دي ما تهمنيش. 100,000 متر ايه؟ مكعب. المفروض ان الكلام ده يتقسم في كام، يتضرب في كام؟ انا اسف، في 1000 كمان عشان دي تبقى بالايه؟ كلها لتر. فهمنا ولا الموضوع كيمياء او الموضوع ده؟ معلش احنا في سنه رابعه يا رجاله، يعني الموضوع ده إيه حد في اعدادي هندسه هيحله. طب يا باشمهندس لو بطريقه ثانيه، هو انا لو اعتبرت ان ال 20 دي جرام على المتر المكعب هل الناتج يختلف؟ لا هثبتها لك. انا محتاج اقسم على كام بس؟ على 1000 واحده، ولما اجي اضرب اضرب في مين؟
في 100,000، ال 100,000 دي متر مكعب على اليوم، هل المتر المكعب محتاج ان يتحول؟ لا. ليه؟ لان دي بالمتر برضه كلها متر مكعب. هنا برضه ال 1000 دي، بص بقى هنا بقى اللي فوق، ال 1000 دي راحت مع ال 1000 مين؟ راحت مع ال 1000 اللي هناك. فكان انا قسمت مره واحده على 1000، اللي انا عملتها فين؟ اللي انا عملتها تحت هنا. الناس فاهمه ولا الموضوع صعب؟ تمام يا هندسه. تمام. جميل. ماشي يا رجاله، نكمل الكلام. يبقى انت هنا جبت الاماونت اوف قلم بالكيلو جرام على الديه، طلعت 2000 كيلو جرام على الديه. يعني انت متخيل يوميا انت محتاج 2 طن شبه. عشان كده قلت لك ركز، والناس بتاعه معمل الكيمياء لازم تبقى مركزه، ده شغل معمل الكيمياء مش شغلنا، بس لازم يبقوا مركزين واحنا بنحسب الجرعه بالجار تيست. انت فاهم قصدي؟ لان هتفرق ال 20 دي لو بقت 25، بدل ما انا محتاجه 2 طن في اليوم هتبقى محتاجه 2.5 طن. طب لو بقت مثلا 1.8 هتبقى محتاجه 1.8 طن او 18 ملي جرام على الليت. انت فاهم قصدي؟ فالواحد ملي جرام يفرق، يفرق معاك في الفلوس، يفرق معاك في كل حاجه. طيب يا باشمهندس، بعد ما جبت الاماونت اوف قلم دي، محتاج ان انا اجيب مين؟ ها، القلم سوليوشن او الفوليوم اوف قلم سوليوشن، او زي ما هو مسميها لي هنا الكاباسيتي كونسنتريتد قلم سوليوشن. اللي هو انا بعمل ايه يعني يا شباب؟ بقسم الاماونت اوف قلم اللي هو الراجل اللي انا جايبها من فوق اللي هي ال 2000 دي، هقسمها على الواحد من عشرة التركيز في الجاما ووتر. طب بالراحه، هو الويت اوف قلم او الاماونت اوف قلم انا حاطه بوحده الايه؟ ها، لا تجاوبوا معايا يا شباب. كيلوغرام في كيلوغرام على الدقيقه، ايه بوحده الكيلوغرام؟ يبقى انا هنا الجاما ووتر لازم تتحط بالايه في المقام هنا تحت؟ ب1000. انا محتاج 20 متر مكعب يبقوا جاهزين عندي من الشابة يوميا. يبقى انا يوميا كده مع بداية اليوم، مع استباحة اليوم، لازم انا يا باشمهندس عشان صوتك راح معايا شباب. صوتك تاني يا باشمهندس. تاني عشان صوتك بس راح. يبقى انا هنا يا باشمهندس هنا محتاج كل يوم، مفيش صوت، مفيش صوت كده، الصوت واطي خالص. معايا شباب الناس معايا؟ ايوه كده تمام كده، الصوره راحت. ثواني كده اجي انا اظبط الصوت. الصوت واطي. ايه ده لسه هيظبط هو؟ انا بس لبس ما كده انا مش هبقى سامعكم كويس ومش هفش. ثواني معايا يا باشمهندس نكمل الكلام. يبقى انا هنا معنى اللي انا جبته ده يا باشمهندس ان انا يوميا محتاج ان انا اجيب 2 طن شابه، ومحتاج ان يبقى جاهز عندي في بدايه اليوم برضو 20، احولهم لمحلول او ميه بشابه يعني مقدارهم 20 متر مكعب. طيب ثالث قانون عندي اللي هو ايه يا شباب؟ اجيب عدد الخزانات ده. بالظبط، اجيب عدد الخزانات بس يعني ماشي، اجيب عدد الخزانات بس احولها للساعه الاول كده يا شباب. الصوت مش واقع عندي يا باشمهندس. ولا عندي برضه يا باشمهندس، والشاشه برضه عماله تتغير كل شويه. معلش يا شباب ثواني، انا بس مش سامع الناس. ثواني بس. ها سامعيني طيب كده؟ كده تمام. سامعينك هندسه بس الصوره مش مقلوبه. باشمهندس حضرتك تبقى موجود في الكليه بكره؟ انا موجود النهارده، انا موجود يا شباب من السبت للاربعاء. انا عايز ممكن حضرتك لو تجيب معاك اللاب، ممكن انا ابقى اظبط لك اللاب يعني اصلحه لك. والله والله انا اسال تمام حاضر، بس انا عندي مشكله اصلا ان عندي ملف كتير على السي. لو انا نزلت ويندوز او اي حاجه، هو اللاب عايز ويندوز بس. لا 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 بس ايه لو ان كده مني ان انا اخليها لك زي ما هي، مفيش ملفات. لا لا سلم، ما تقلقش ما تقلقش، هيظبطها. طيب خلاص تمام، بس يعني خلي ما بيننا تليفون، لان انا يعني النهارده احتمال بكره قرر يعني قصدي ان انا اروح اعمل حاجه في المرور، فلو كده خلي ما بيننا تليفون يا سلم. انتوا كده كده موجودين في الكليه اصلا يا شباب، ولا انت هتيجي مخصوص؟ موجودين بكره الكليه. طب كلمني كده يا سلم، لو انا موجود نقعد وندردش ونشوف موضوع اللاب عشان نسطب عليه الحكايه دي. تمام، اول ما اخلص على طول اكلم حضرتك يا باشمهندس. حبيب حبيب. طب يا شباب نكمل الكلام. ثالث قانون هو كان عندنا ايه اللي هو الريت اوف دوزنج، صح كده؟ و الريت اوف دوزنج ده يا باشمهندس، الريت اوف دوزنج ده الجرعة يا شباب. فاكرين انتوا الماسورة اللي واصلة ما بين الخزانين، الخزان بتاع الشابة وخزان الرابد؟ ايوه. الماسورة دي كان عليها محبس او مفتاح كده،
وقلت لك ان المحبس ده وظيفته ان يفتح علشان يعمل ايه، يعدي لي شويه قلم سوليوشن من هنا يدخلهم للرابيد ميكس يحصل تقليب. يعني هو الريت اوف دوزنج معناها معدل الجرعه، فانا عايز اعرف المحبس ده بيتفتح كل قد ايه. انت لو تاخد بالك هو فوق كان طالبه باللتر على المينت، يعني حدد لي، هو كانه بيسالك بيقول لك ايه في كل دقيقه انا عايز اعرف كام لتر المفروض من محلول الشابه يعدي من هنا يروح هنا. هو كانه بيقول لك كده. طب يا باشمهندس ببساطه، مش انا جبت الفوليوم اوف سوليوشن اللي هو ال20 متر مكعب، اقسم ال20 متر مكعب دول على 24 ساعه وخلاص زي ما احنا قلناها فوق، صح ولا لا؟ كده جبتها بالساعه وعايزها بالدقيقه لسه. حلو، هو عايزها بالايه بالدقيقه. ثواني بقى كده، يعني هنا يا باشمهندسين الريت اوف دوزنج اهو هيبقى عباره عن ايه؟ ال20 متر مكعب دول كلهم على ال24 ساعه، صح؟ هو عايزها باللتر على المينت. اللتر يعني اضرب فوق في كام؟ في 1000، وتحت اضرب في كام؟ وتحت اضرب في كام يا شباب؟ 60. في 60 بس، في 60 بس، 60 واحده صح، لان هو 24 ساعه، 24 ساعه تضرب في 60 واحده بس، تمام كده يديني الرقم بالايه. طيب خد بالك بقى من حاجه، لان انا عندي في مشكله او في غلطه في الورق وهعدله وابعته لكم تاني. خد بالك بقى من حاجه، ممكن تكون اتشرحت لك في المحاضره، ان الريت اوف دوزنج ده هيبقى عباره عن حجم الخزان الواحد، بس ساعتها كده هيبقى على حاجه اسمها الاميتي تايم او زمن التفريغ، اللي هو هيبقى عباره عن 24 على عدد الخزانات. طب ما هي هي يا باشمهندس، هو انا لما اجي اقول لك اسيوم ان تانك بيساوي 2 تانك مثلا، خزانين 2، يبقى انا هنا كنت هقول لك ايه الريت اوف دوزنج هنا، اما ان انا هقول ال20 متر مكعب كلهم في 1000 طبعا على 24 في 60، او صح كده، او هقول ان هي بتساوي ايه بقى، ها ال20 دي على 2، الله يفتح عليك، ده كده زمن التفريغ. بس تعالى كام ساعة؟ مفروض الحوضين 24، يبقى كل حوض 12 ساعة. شفت الباشمهندس بيقول لي الله يفتح عليك يا هندسة، الحوضين فضهم في اليوم كامل في ال 24 ساعة، يبقى الحوض الواحد الزمن بتاعه كام؟ 12 ساعة، يعني الحوض الأولاني يخلص في 12 ساعة، الأولانيين أجي بقى ال 12 ساعة التانيين أشتغل أو أعتمد على مين؟ على الحوض التاني. بالظبط. انت بس هتلاقي فيها غلطه شويه في الورق، ان ال 24 هنا انا قسمتها على الثلاثه على اساس ان هو قال لي ثلاث خزانات، المفروض فوق بقى كنت اقسم على كام؟ لحظه يا باشمهندس، هو الحته بتاعت 20 على 2 دي مش دي كده احنا قسمناهم على خزانين؟ مش ممكن الخزانين يبقوا شغالين مع بعض في نفس الوقت؟ لا مش ممكن، هو واحد بيخلص وبعدين الثاني يخش. قلت لك محطه المعالجه هندسه كلها شغاله على التوالي. تمام، يعني كده. طب بالنسبه للتعويض اللي موجود عندنا ده، انا فهمت اللي اتعمل كده على بالكتابه. طب اللي موجود عندنا احنا ده، اللي موجود ده غلط بقى، وانا عايز الناس تقول لي فين الغلط. انا هنا قلت ان ال 24 ساعه هقسمهم على عدد الخزانات، يعني هحط في المقام 8 ساعات، يبقى معنى ان انت حطيت 8 ساعات يا سيد، يبقى فوق في البسط المفروض يبقى عندي كام؟ 20 على ايه؟ على 3. على 3 بالظبط، الله يفتح عليكم، كده انتوا فهمتوا الغلطه فين، صح كده؟ باشمهندس يا اما هاخد الدوز كلها واقسمها على 24 في 60، يا اما الفوليوم، مش الفوليوم، فوليوم كله اقسمها على 24 ساعه صح. في 60 مش شرط بقى، لان هو هنا بص خد بالك من حاجه، هو هنا طلبه باللتر على المينت، هو لو ما طلبش باللتر على المينت كنت انا مش هضرب ولا هقسم، يعني كنت هسيبها فوق 20 متر مكعب وتحت هحطها بالساعه وخلاص، بس ابقى فاهم ان الناتج هيبقى عباره عن ايه، عن متر مكعب على الساعه، يعني هي اساسا طلعنا اللي هي كميتها بير دي، طلعنا بير دي ايه اللي هي بير دي، اللي هو الحجم الفوليوم اللي احنا المفروض نضيفه كل اليوم. هو الحجم بالك، ما هو انت اتفق معايا ان بص هندسه، هو مش التصرف اللي داخل المحطه دي 100000 متر مكعب تمام يوميا صح؟ تمام. اليوم ده داخل معايا في كل حاجه هندسه، يعني كل يوم الصبح داخل معايا 100000 متر مكعب، وهحط لهم قد ايه شابه؟ 2 طن برضه عدي على اليوم، وهيبقى المحلول بتاعهم قد ايه؟ 20 متر مكعب على اليوم، يعني اليوم ده كده كده داخل معاك، ده مش مشكله يعني. تمام، يعني انا قدامي اوبشنين، يا اما اقسمها على 24، يا اما بس اقسمها على عدد الخزانات بعدين ارجع اقسمها على الساعات. بس انا هقول حاجه زي اللي انت بتقولها دي،
انا فريق يعني كده، الجزء يا اما يا اما هيحدد زمن تفريق حوض واحد، يا اما زمن حدد تفريق كله. اوعد اسهلها لكم، اسهلها هقولها زي ما الباشمهندس لسه قايل. ازاي انا وانا بجيب الريت اوف دوزنج، اما ان انا اجيب الفوليوم كله 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 واقسمه على 24 ساعه، او اجيب وانا بجيب ريت اوف دوزنج اجيب حجم الخزان الواحد على الزمن بتاع الخزان الواحد. ده على حسب ما هو يطلب مني مثلا. دي هي يا دي باشمهندس، ما هي هي فعلا. انا قسمت فوق، قسمت ال 20 على 3، وده اللي انا بقوله تحت ال 8 في 3. ما هو انا ده اللي بقوله، مش انا في وانا بكتب بايدي هندسه كتبت لكم اور. ايوه صح. وانت عامل تاني يعني ده يطلع نفس الناتج. هو انت مفكر ان ده يا شباب تكونوا مفكرين ان ده يطلع ناتج والتاني يطلع ناتج تاني؟ ده مظبوط صح تمام. يبقى هنا في غلطه، انا كل اللي بعمله ده لان هنا في غلطه في الورق. في الريت اوف دوزنج دي المفروض ال 20 دي كانت تتقسم على كام؟ المفروض تتقسم على ال 24. ال 24 على الثلاثه، ال 20 اللي فوق دي اللي في الباص على ثلاث احواض. اللي مكتوبه دي تتقسم على الثلاثه عشان تحت، بدل ال 8 تتقسم على 24. يبقى 8 تبقى 24. بالظبط بالظبط تمام يا شباب. رابع قانون، ها رابع قانون هيبقى بس لو سمحت الريت اوف دوزنج ده احنا بنحدد الامبتي تايم برضو معانا، يعني فيها الخطوتين الاثنين دول كده كده، ولا انا ممكن اجيب الريت اوف دوزنج على طول ان انا اقسمها على 24 في 60 وخلاص؟ اه ممكن ان انا اجيبه 24 في 60 وخلاص. يعني الامبتي تايم ده ممكن ما احسبوش اصلا وما اخدوش في الحسبان، وساعات بيطلب، هو ساعات بيطلب لوحده يعني، اللي هو انا كل تانك هيقعد كذا ساعه يعني. طب الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. صح تمام ماشي يا هندسه. طيب اخر حاجه بيقول لك ايه هو حجم الخزان الواحد؟ طب ما يا باشمهندس هو قايل لي ثلاث خزانات، يبقى ال 20 على 3 يبقى حجم الخزان 6.6، يبقى انت المطلوب من حضرتك ان انت تحول ال 6.6 دي متر مكعب تحولها لابعاد. هو معلش يا هندسه لما اجي اقول لك انا عايزك تصمم لي كمهندس مدني خزان فوق البيت عندي يحوش ميه بسعه 1 متر مكعب، يبقى كاني بقول لك احسب حجم خزان جواه ميه 1 متر مكعب، او هو حجمه نفسه يعني 1 متر مكعب طوله وعرضه وارتفاع، يبقى انت ممكن تعمله لي متر في متر في متر. صح ولا لا؟ مظبوط. هي نفس الفكره، انا عايز خزانه يا شباب حجمه 6.6 متر مكعب. طب والله يا باشمهندس هنا قدامي اختيارين، اما ان الخزانات بنعملها دائريه او بنعملها مربعه. انا الفكره بس ان انا عايز اقلل المجاهيل. لو هي دائريه زي السيركولر اللي انا قدامك ده في الحل، يبقى الكلام ده هيساوي باي على 4 فاي تربيع في الدبس، مساحه القاعده في الايه في الدبس. صح ولا لا؟ تمام تمام حلو. الدبس عندي هنا هاخده بكام؟ قال لك بناخده بمتر او باتنين متر بالكتير خالص. انا خدته باتنين متر، طلعت الفاي او قطر الخزان 2.1، يبقى انا حولت الحجم ده الابعاد. حد عنده مشكله ان يحول الحجم الابعاد؟ تمام يا هندسه. حلو. اخر حاجه خالص، انا بالظبط قدامي ربع ساعه، اخر حاجه خالص اللي هي اللي انا سبتها في الشرح، اللي هي تصميم بقى مين نفسه الرابيد ميكس. بصوا شباب الرابيد ميكس انا قلت لك ان هو هيبقى خزان جوه ريش، صح كده؟ ورسمتها لك اللي انا ظللتها، صح كده ولا حد عنده مشكله؟ لو تفتكر تمام هندسه. اللي كان على الشمال، اللي كان، الله يفتح عليك يا باشمهندس، فعلا اللي كان على الشمال، الخزان اللي كان في قلبه مروحه ومتصله بموتور. انا كل اللي مطلوب مني هنا عشان اصمم الخزان ده محتاج ان انا احسب حاجتين، حجم الخزان ده ايه واحول الحجم ده الابعاد. انا بقول لك ان الدرس ده تافه ودرس مضمون في الامتحان. ها اجيب الحجم بتاع الخزان ده واحوله الابعاد، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه ان انا احسب الباور اللي هي هتقلب الميه، يعني الموتور اللي انت حضرتك موصله بالريش او بالبدلات دي، الموتور ده الباور بتاعته قد ايه، القدره بتاعته قد ايه. بس ده اللي انا محتاجك تحسبه لي هنا وهنا. اول حاجه، اول حاجه ايه اللي هيبقى جيفن عندي هنا؟ بصوا يا شباب اما اجي يبقى عندي شقه، في شقتي مثلا فيها حنفيه بايظه، الحنفيه دي عماله بتنزل ميه ما ببطلش، يعني نازل منها تصرف مستمر زي فكره التصرف اللي داخل المحطه. وانا بقول لك يا باشمهندس انا بس مش عايز الشقه تغرق، انا عايز انزل اشتري حاجه من تحت واطلع من تحت العماره. هتقول لي طب سهله يا باشمهندس، الحنفيه اللي عماله بتخر عندك دي حط تحتها كوبايه او طبق، ما هو مش هيلحق يتملي ويغرق الدنيا. انت على ما تنزل تجيب حاجه وتطلع هتلاقي الطبق يا دوبك اتملى وتبدا تكمل تصليح، صح ولا لا؟
طيب لو انا عندي المشوار بقى بتاعي كبير شويه، ده انا رايح الكليه اشرح سكشنين وراجع، هل اسيب كوبايه برضو تحت الحنفيه اللي عماله بتجيب ميه؟ حاجه كبيره. الله يفتح عليك، هنا بقى هجيب بقى جيركن او صفيحه او حله كبير، صح كده؟ فليه انت قلت هجيب حاجه كبيره يا هندسه؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ عشان الوقت هيبقى كبير. بص بقى معايا، خدها قاعده كده، ولو انت جنبك ورق وبتكتب ورايا اكتب الجمله دي. اي خزان داخل له تصرف، التصرف ده يعني ايه؟ معدل، يعني كذا متر مكعب على الزمن، على اليوم او على الثانيه او على الدقيقه او على الساعه. ها لما يبقى عندي خزان وداخل له تصرف ومطلوب مني احسب حجم الخزان ده، لازم حضرتك تسال عن زمن البقاء كام، لازم حضرتك تسال عن زمن البقاء ده قد ايه. مفهوم؟ لازم انت تسال زمن البقاء ده هيبقى قد ايه، لان لو الزمن ده بسيط الحجم هيبقى قليل، زي المثال بتاع الحنفيه والشقه والكوبايه واللي انا لسه قايله لك ده، ماشي؟ ولو الزمن كبير هيبقى الحجم كبير. حلو، يبقى انا هنا غصب عني وانا بديك السؤال ده وبمتحنك فيه في الامتحان لازم اديك قيمه التي الزمن، وهسميه ريتينشن تايم، زمن البقاء او ديتينشن تايم، بيتسمى كده ريتينشن تايم او ديتينشن تايم، واديك طبعا قيمه الكيو ديزاين اللي انت بتشتغل عليها في المساله. يبقى كيو في التي، الكيو في التي دول على طول يدوني مين؟ يدوني حجم، احوله لابعاد. الابعاد دي اللي هي عباره مهندس. نعم. الزمن اسمه ايه؟ الزمن اسمه ريتينشن، مكتوب عندك على اليمين فوق مهندس، ريتينشن تايم او ديتينشن تايم، زمن البقاء. تمام، مكتوب عندك، انت لو طبعت الورقه هتلاقيها مكتوب عندك على اليمين. تمام تمام يا باشمهندس. تمام، ريتينشن تايم او ديتينشن تايم، يبقى الاثنين دول لما ينضربهم في بعض يديني الحجم بالمتر المكعب، احول الحجم اللي بالمتر المكعب ده لمساحه قاعده سيرفيس اريا في دبس في عدد. طب ايه ده يا باشمهندس؟ مساحه قاعده. نعم يا باشمهندس. الريتينشن تايم ده اللي هو بتاع زمن بقاء ايه بالظبط؟ زمن بقاء الميه جوه بتتقلب مع الشبه. تاني، هو انا هندسه مش قلت لك الشابه دي عباره عن حاجه انا هكبها في قلب الميه وابقى محتاج ان انا اقلب بسرعه تقليب سريع لمده دقيقه مثلا؟ مش انا قلت كده في اول الشرح خالص؟ عشان ايه؟ معلش يا هندسه مع احترامي، هو انا لو هكب الشابه شباب في قلب الخزان ايه اللي هيحصل؟ ما هترقط في قلب القاع يا باشمهندس، وهتفضل الميه متروبه ومتطينه وفيها المواد العرقه سايحه فيها ومش قادر اتخلص منها. انما انا عايز يحصل انتشار للماده اللي انا ضفتها في قلب الميه كلها، عايزها تتوزع كلها في قلب الميه كلها، صح ولا لا؟ فالتقليب ده بيبقى لمده دقيقه، فالزمن ده اللي هو الدقيقه اللي هو غالبا هيبقى دايما بالكتير خالص دقيقتين او دقيقه ونص، 90 ثانيه، او هو جيف ليك ما تشغلش بالك بيها، هو هيبقى جيف ليك في الامتحان يعني او في الشيت، ما تشغلش بالك. تمام، بس هو هنا هيبقى دقيقه او اتنين عشان ده رابد ميكسينج تيست، مش البطيء التاني. تمام، هيبقى ايه هيبقى دقيقه. ايوه بالظبط، لما نيجي السكشن الجاي بقى واديك السلو ميكسينج تانك هتلاقيني بقول لك ان الريتينشن تايم لا يا ريس بقى رقم بقى بتاع نص ساعه 30 دقيقه، انما هنا انا بقول لك بكتير خالص يا دقيقه يا دقيقتين، وهو غالبا في المسائل بيديهولك او مش غالبا، هو لازم يديهولك عشان يخلي الناس بتحل بنفس الرقم يعني. معايا كده؟ خلاص تمام. طيب تمام. يبقى الحجم اللي انا جبته ده يا شباب هبقى مطالب ان انا احوله لابعاد، الابعاد دي هيبقى عندي عدد الخزان في عدد الخزانات، انا اسف، في ابعاد الخزان الواحد، والخزان برضو هنا يا شباب هيبقى يا اما خزان دائري يا اما خزان مربع. مربع عشان يبقى قل تربيع، ودائري عشان يبقى الفاكتور في فاي بس. طب انا هنا هفرض مين؟ سهل هندسه، احنا ممكن نفرض عدد الخزانات باثنين او بثلاثه، اللي انا كاتبه لك ان بتساوي واحد ده غلط، عدد الخزانات هيبقى يا 2 يا 3، ثبتها على كده. طيب الدبس هيبقى كام؟ انت هناك يا باشمهندس في الالم سوليوشن تانك اللي هو الخزان اللي على اليمين اللي هو الخزان الصغير، قلت لي ان الدبس بتاعه بيبقى من متر ل 2 متر، ده ممكن يبقى اكبر شويه لان ده الاساسي، فده ممكن يبقى من 2 ل 3، فانت ممكن تحفظ رقم 2 وتثبته هنا وهنا، هناك وهنا. ها يبقى ممكن اخد الدبس برده بكام؟ ب 2 متر، وبالتالي اقدر اجيب الفاي او اجيب ال. طيب يا باشمهندس، يبقى انا كده جبت الحجم ومنه جبت الابعاد، تاني حاجه اجيب الباور. الباور عباره عن ايه بقى هنا؟ القدره هتبقى عباره عن الميو اللي زوجه في حجم الخزان الواحد. خد بالك ان انت هنا جايب حجم الخزانات كلها، فانت هنا خد اشتغل بحجم الخزان الواحد مضروبه في الجي. الجي ده بقى يا باشمهندس رقم بيبقى معطى ليك اسمها فيلوسيتي جريدينت. ها اسمها فيلوسيتي جريدينت،
وهو رقم بيعبر عن التقليب او عن سرعه التقليب. يعني الجي هنا بتتاخد في الرابيد ميكس من 700 ل 1000. انت عارف اما نيجي نشتغل في درس السلو ميكسنج السكشن الجاي، ها اما نيجي نشتغل في درس السلو ميكسنج السكشن الجاي هتلاقيني بقول لك الجي اللي انا بقلب بيها من 20 ل 100. بس معايا هو دلوقتي الدكتور في المحاضره قال ان احنا عدد الخزانات دي هتبقى خزان واحد بس، مش هحتاج اكتر من كده الا في التصرفات الكبيره قوي. بص هندسه خلي يعني ايه الدكتور كان بيقول كده بس ما يقصدش كده في الحته دي، هو ما كانش بيشرح كده في الحته اللي انا بتكلم فيها دي. معايا؟ اصل هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه، انا لو هشتغل على خزان واحد بالقلاب الواحد ممكن لو حصل فيه مشكله هيعطل الدنيا كلها وراه، صح كده؟ فخليني ممكن يعمل موزع الاول قبل، لو عنده عدد خزان عدد تنكات من دي كتير فاثنين مثلا او ثلاثه بيحط قبلهم موزع مثلا. حلو، هل احنا خدنا تصميم الموزع؟ لا هو ساعات مش عندنا الديستريبيوشن، هو الرابط هو الرابط. بص الكلام ده، بص عشان خلينا نتفق برضو على حاجه عشان انتوا في مدني مش انشاءات، دايما اقول لكم كده بتاع انشاءات حتى انا ممكن امر مرور الكرام كده معاه، انما انتوا لازم خلينا نتفق ان في الترم الثاني اما نيجي ناخد الكلام ده او نطلبه او نتكلم فيه كمشروع بقى هيتنفذ مش هعيد تاني الكلام، لا بس هعدل شويه الكلام، بس دلوقتي هيلخبطنا فخلينا نمشينها كده. تمام معايا؟ طيب يبقى انا هنا شباب تاني حسبت الحجم وحولته الابعاد، وتاني خطوه انا بحسب الباور. الباور هنا عباره عن ايه؟ عن ميو. ها الباور عباره عن ايه يا شباب؟ ميو في مين؟ هندسه. حاضر انا لسه اللي مكتشف ده ثواني. حاضر معايا يا شباب؟ هنا هبدأ أجيب الباور اللي هي تبقى عبارة عن الميو في الفي حجم الخزان الواحد في الجي. قلنا إن الجي ده اللي هو رقم بيعبر عن سرعة التقليب في الخزان الواحد. معايا كده؟ الرقم ده بيتاخد عشان الرابد، عشان ده رابد ميكس وخزان تقليب سريع، بيتاخد من 700 ل 1000. أما نيجي ناخد السكشن الجاي اللي سلو ميكسنج تانك، الرقم ده هتلاقيني بقول لك من 20 ل 100. أنت متخيل؟ من 20 ل 100، يعني الرقم قل جدا. ليه قل؟ لأن سرعة التقليب لازم تبقى بطيئة عشان يحصل سلو ميكسنج او تقليب بطيء، انما هنا من 700 ل 1000 عشان ده رابيد ميكسنج او تقليب سريع. تعال نفهم بمساله او بارقام ثاني كده يا باشمهندس. واحنا خدنا السرعه الثانيه دي حضرتك قلتها قبل كده اللي من 20 ل 100 دي؟ لا انا بقول لك في السكشن الجاي في الدرس السلو ميكسنج هندسه هتلاقيني بقول لك اصلا هستخدم القانون ده ثاني. انت واخد بالك في الدرس الجاي هتلاقيني بستخدم القانون ده ثاني، بس وانا باجي اشرحه او بقوله هقول لك بقى ان الجي المره دي في الدرس الجاي بقى اللي هو بتاع السلو ميكسنج هقول لك من 20 ل 100، لان التقليب تقليب بطيء مش تقليب انما سريع. هنا من 700 ل 1000 انما من 700 عشان ده تقليب ايه؟ سريع. ها واضحه؟ مظبوط. تعالى نحل مساله ثانيه باشمهندس. كده بتجيب الباور لخزان واحد، كده بتجيب الباور لخزان واحد. اه بالظبط. طيب هو انا مش هشغل كذا خزان، فالمفروض ان انا احسب الباور ليهم كلهم علشان احسب الباور الكلي للمحطه؟ برضه دي برضه بص هندسه دي ساعات بيطلب حاجه اسمها توتال باور وساعات بيجي يقول لك الباور بس. فلو طلب حاجه اسمها توتال باور زي ما هنشوف في المسائل، لو طلب حاجه اسمها توتال باور يعني احسب الباور الكلي خلاص هضرب عدد الخزانات في قدره الخزان الواحد، انما انا في الاساس دايما بحسب للايه؟ يعني انا بشتغل وبحسب وبصمم الحاجه الواحده، ولو طلب التوتال بضرب في عددها بقى سهله يعني. تمام كده يا باشمهندس. طيب هنا في المساله دي بيقول لي عندي محطه الديزاين ديسشارج ليها 40,000 متر مكعب في اليوم، الرابيد ميكسنج تانك بليندز بيستخدم 30 ملي جرام على اللتر وفي قلم من القلم من الشابه. خد بالك انت وارد جدا يا باشمهندس تبص تلاقي مساله الصحيه فيها الفاظ بالانجليزي رخمه وانت واقف قدام الترجمه، اوعى تقف قدام الترجمه والكلام ده كله، انت خد الارقام وشوف الارقام دي بتعبر عن ايه. قال لي ان الرابيد ميكس بليندز، انا مش عارف بليندز يعني ايه، مش مشكله، 30 ملي جرام على اللتر وفي قلم، يعني هو كانه بيقول لك ان جرعه القلم بكام؟ ب 30 ملي جرام يا هندسه. ها والريتنشن تايم او الديتنشن تايم كان 90 ثانيه، والفيلوستي جريدينت كانت 700 سكند اس سالب 1. خد بالك من حاجه يا هندسه، خد بالك ان الجي وحده القياس بتاعتها سكند اس ماينس 1. تاني الجي او سرعه التقليب، سرعه التقليب الجي
القياس بتاعها بسكند اس ماينس واحد اس ماينس ون بمقلوب الزمن. واضحه دي يا شباب ولا حد عنده مشكله؟ تمام عشان الميل بس بالظبط. طيب يا شباب هنا بيقول لي ايه، وطبعا اداني الميو قال لي احسب الكوانتيتي اوف الم واحسب الريت اوف دوزنج. شوف هنا طلب الريت اوف دوزنج يا هندسه معايا، الريت اوف دوزنج والايه والكوانتيتي اوف الم، ما طلبش حاجه تانية. وبعد كده دخل قال لي هات لي الدايمنشن بتاعت رابت ميكسنج تانك والباور، يعني كانه في المساله دي قال لي صمم ده وصمم ده. طيب يا باشمهندس بس خد بالك بقى من حاجه، الكوانتيتي اوف الم طلبه بوحده مين؟ الطن على الايه، على المانس. يعني قال لك احسب لي الكوانتيتي بتاعت الالم بس بالطن على المانس. ماشي يا باشمهندس، اول حاجه ال 30 هبدا اضربها في كام؟ ال 30 اللي هي الالم دوز دي هتنضرب في ايه؟ ال 30 اللي عندنا اللي هي بتاعت الالم دوز هضربها في مين؟ الكيو. في الكيو. ال 30 هضربها في الكيو. طب بالراحه بقى ال 30 الواحد هنا خد بالك كل الشغل شغل وحدات، كل الليله وكل التفكير هنا وحدات. بصوا يا رجاله هو هنا ال 30 دي يا شباب اللي عندنا هقسمها على 1000 عشان تبقى من ملي جرام لايه؟ لجرام. صح كده؟ وهقسمها على 1000 تاني عشان تبقى بالايه؟ كيلو جرام. وهقسمها على 1000 تالت عشان تبقى بالايه؟ بالطن. بالطن. هضربها في 40000 متر مكعب. طب انا ال 30 دي سايبها باللتر، يبقى المتر المكعب هنا كان محتاج ينضرب في كام؟ اضرب في كمان 1000. في 1000. الله يفتح عليك. يبقى انا هنا هتلاقي ان انا هشتغل بواحد طن واتنين من عشرة في اليوم الواحد. طب واحد واتنين من عشرة طن في اليوم يبقى في الشهر بكام؟ اضربهم في كام؟ 30 يوم. بالظبط الله يفتح عليك. يبقى الواحد واتنين من عشرة في 30 تديني 36 طن في الشهر. الريت اوف دوز هيبقى عباره عن الكوليا. معلش يا باشمهندس هي ال 1000 الاخيره دي بتاعت ايه؟ 40000 في 1000 جنب ال 40 مش مش يا هندسه ال 40 دي بالمتر المكعب، وانا بقول لك ان ال 30 باللتر، ازاي تضرب لتر في متر مكعب؟ لازم الاثنين يبقوا لتر يا هندسه. تمام مظبوط. تمام. طيب الريت اوف دوزنج هيبقى عباره عن الفوليوم اوف سوليوشن على الايمج تايم. طب هل انت جبت حضرتك اصلا الفوليوم اوف سوليوشن؟ لا لا البسط. هل انت جبته؟ لا. يبقى انا محتاج ان انا كنت بحسبه. الله يفتح عليك. يبقى انا هسمي القانون ده ستار. مش مطلوب بس هحسبه. الله يفتح عليك. يبقى انا هسمي القانون ده ستار، وهو بما ان مش مطلوب يبقى انا برضو هروح احسبه، هسميها ستار واروح احسبه. الفوليوم اوف سوليوشن ده هيبقى عباره عن الويت اوف الم اللي هو الواحد واتنين من عشرة اللي انا لسه جايبها بس ده بالطن، اقسمها على التركيز اللي هو واحد من عشرة في ايه؟ الجاموتر هنا احطها بكام؟ احطها بواحد. ولا بواحد؟ ليه بواحد؟ طن. واحد عشان الطن متر مكعب. الله يفتح عليك. يبقى هتلاقي هنا ان الفوليوم اوف سوليوشن عباره عن 12 متر مكعب. طب الايميتي تايم هنا لو هتاخده كله ب 24 يبقى انا هحط كام؟ خد بالك هنا برضه في غلطه في الورق، برضه هنا في غلطه في الورق. خد بالك هنا عشان اجيب الريت اوف دوزنج يبقى انا اقول ال 12 متر مكعب دي اقسمها على 4 وكام؟ على 24. او لو هتفرضهم ان هم خزانين زي ما انا فارض هنا يبقى كنت ممكن تقول ال 12 على 6 6 على 12. الله يفتح عليك. خلاص خلينا نعدي هندسه. طب الرابيد ميكسنج تانك هندسه، الرابيد ميكسنج تانك هنا كام؟ هيبقى عباره عن الكيو في التي، الكيو اللي مدهاني اللي هي 40000 متر مكعب في التي، التي مدهاني بكام؟ 90 ثانيه. 90. هل ينفع تضرب 40000 متر مكعب على اليوم في 90 ثانيه ولا لازم تحول الثانيه دي نحول الثانيه دي اليوم؟ تحولها ازاي؟ تقسم على كام؟ على 24 في 60 في 60 في 60 في 24. مظبوط صح كده. يديني الحجم. طب الحجم ده بتاع الخزان الواحد ولا كذا خزان؟ الخزان الواحد. ليه خزان واحد بقى؟ انتوا هنا بقى مش جاوبتوا واحد بس مش فاهمين ليه واحد. مش انا فاهمتكم دايما الكميه كلها على كميه مره واحده. مش انا فاهمتكم ان دايما انا عندي كذا خزان؟ اشمعنى هنا انت قلت خزان واحد بقى؟ واشمعنى انت هنا سيد حلل بخزان واحد؟ لان هنا في السؤال يا هندسه هو في السؤال ما اتكلمش غير عن خزان واحد. هو بيقول لي زرابد ميكس، زرابد يعني زرابد ميكسنج تانك بليندس، يعني هنا اكنه بيتكلم عن حاجه مفرده حتى حط لها الاس. صح ولا لا؟ يعني هنا صيغه السؤال ان هو خزان واحد. الناس انتوا في رابعه يا شباب، معلش عيب ان انتوا ما تبقوش فاهمين اللي انا بقوله. يعني هنا بيتكلم عن خزان واحد في السؤال، عشان كده انا خدت الحجم ده كله حجم خزان واحد يا هندسه.
اللي هو ب41. طب وعلى خزانات عشان الكلمه دي تمام بالظبط. ايوه هنا بقى في حاجه، هنا طلب مني ان اصمم مره سيركولر ومره طلب مني ان اصمم سكوير. طب يا باشمهندس سهله، لو هنا سيركولر هيبقى المجهول فاي، ولو هو سكوير هيبقى المجهول ال، والدبس في كلتا الحالات هفرضه بكام متر؟ ب2 متر. حد عنده مشكله؟ تمام. الباور اخر حاجه، الباور يا شباب ها، الباور هنا هنفرضه بكام او هنجيبه ازاي؟ الباور هنا هيساوي الميو في حجم الخزان الواحد في الجي، الميو مدهوني هيدوله غصب عننا بندهولك، الفوليوم بتاع الخزان الواحد، الفوليوم اللي انت جبته اللي انت حسبته اللي هو عباره عن باي على 4 فاي تربيع في الدي، او باي على 4 اللي تربيع في الدي معايا كده، في ال 700 تربيع. اوعى تنسى ان الجي بتتربع، الجي متربعه، اوعى تنسى ان الجي متربعه يا شباب. مظبوط. طيب هيديني هنا الرقم بتاع الباور بيطلع بالواط، خد بالك هنا القدره بتتحسب بالواط مش بالحصان زي الترومبات. تماما. طيب اشوفكم المره الجايه، انا النهارده مش هاخد غياب للاسف، خلينا ايه يعني مش مشكله، خلينا نكمل المره الجايه وناخد غياب المره الجايه. باشمهندس لو سمحت معلش. اتفضل الهندسه. باشمهندس ممكن بس، انت حضرتك قلت هتعدل حاجات على البي دي اف، ممكن بس تعدلها بس تبعتها على طول عشان ما ننساش بس. حاضر، هي ورقه واحده اللي هعدلها وهبعتها لكم على طول عشان بس اللي يذاكر مثلا ما يتلخبطش او حاجه. حاضر. هي بتاعت الريت دي بس يا باشمهندس صح؟ هي ريت اوف دوز، كان الباقي ما فيهوش. ايوه دي بس. ايوه بالظبط، لا هي دي بس اللي هتتعدل. تمام. حد عنده سؤال تاني؟ شكرا يا باشمهندس. معلش انا اسف لتغيير المواعيد، ولو حصل